اوضح لكم الفرق بين الكبيش والرقمها او الغلقه. طبعا واحده توكل وكلها لبنيه وواحده سم. طبعا هذا الاول. الان الكبيش هذا هو، الان شفت الكبيش هذا هو، هذا ورقه، هذا ورقه طبعا، وهذا ثمره، شفت الثمره، هذا ثمره العتر اللي يسمى العتر. طبعا لبني مفرد، ينبت مفرد، ما فيه، ما هو مزدوج مثل الغلقه. هذه الثانيه، شوف الثانيه، شوف هذه، شفت اللبني، هذه توكل طبعا، هذا العتر، ثمره يسمى العتر. هذه ثانيه، شوف هذه ايضا، ثالثه شوف، طبعا ثمره من الداخل نفس ثمر، شفت هذه طبعا لبني، لبني شوف لو قطعنا، لو لاحظ اللبن، شفت اللبن يطلع منه لون اللبن، يعني ماده اشبه باللبن. طبعا توكل هذه، ياكلونها مع الثمر ايضا. شوف الثمر، شوف الثمر، شوف اللبن طلع منه، شوف ما شاء الله. هذا الكبيش شفته سبحان الله، طبعا يظهر في الجبال اكثر. وهذا نبات العتري، طبعا هذا، هذا العتري هو ثمر الكبيش، تشاهدون هذا طبعا تجي مفرده. وهذا فرق العتري من الغلقه، من ثمر الغلقه اللي هي الرقمه، بس هذا يوكل مفرد وهذاك يظهر مزدوج. الغلقه تظهر ثنتين جنب بعض وقاعته واحده ثم تفرق سبحان الله كذا للاعلى. راح نسوي لكم ان شاء الله مقطعها كما تشوفون الان. العتري وهو الكبيش، شجره تسمى الكبيش. هذا الكبيش ايضا، شوف هذه شايخه مليئه بال 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 بالعتر. شوف هذا عتر، شفته مفرد، واضح الصوره الان، مفرد ليس مثل الغلقه سبحان الله، كان الغلقه، لكن الغلقه تبدا اثنين، واحده من هنا والاخرى مع جنبها الاخر. ما شاء الله هذا ثمر العتر. هذا العتر اللي هو ثمر الكبيش، شوف سبحان الله البذور الداخليه نفس البذور الغلقه، شفت هذا قطني سبحان المنبت، لكن هذا جميل يوكل وهذاك سم، شوف الفرق بينه سبحان الله العظيم. شوف الثمر، هذه نفس الكبيش والعتري، شوف الغلقة أو الرقمة، وبعضهم يسميها اللبنة أو اللبنة، شوف كيف سبحان الله نفس بذر العتري، نفس العتري، شكل العتري، حتى الشعر هذا اللي فيه نفس موجود في العتري. راح إن شاء الله نصور المقارنة بينه وبين العتر. شوف سبحان الله هذه الثمرة، بس هي هنا شوف مزدوجة، هنا كما تشاهدون مزدوجة، اثنين مزدوجة في عرق واحد. العتر ايش؟ واحد. هذه شجرته طبعا فيها لبن، شوف شوف اللبن، لبنه كثير. هذه طبعا سامة، سامة تسمى الرقمة، وتسمى شوف هنا مزدوجة وورقها فيه لبن ايضا، لبن كثيف لكنه سام، سام مرة سبحان الله. شوف الورقة مع النص، نفس الطريقة فيها لبن، نفس الكبيش. هذه الشجرة تسمى الرقمة، وفي من وهي الأصل الغلقة سبحان الله. شوف كيف ترقى، شوف تلتف غصونها بعضها على بعض، اسمها الرقمة، والاسم الحقيقي الغلقة، في من يسمونها البنة. شوف هذا، شوف سبحان الله اللبن، لكن هنا سام وثمره ايضا لا يوكل ويشبه سبحان الله الثمر، بس انه في طول شوي. الكبي ثمر الكبيش اللي هو العتر،